طيب هو ده هيبقى أول شغل عملي على الرأس. إحنا الأكواد اللي هنكتبها في الرأس عبارة عن في حاجة اسمها ورك سبيس. اللي اشتغل جافا هيبقى عارفها شوية. الورك سبيس دي ده مكان كل الأكواد والبروجكتات اللي إحنا هنعملها بتبقى موجودة جوه الفولدر ده. تمام. فده الفولدر بتاعنا هتعمله في اي مكان يريحك. هنيجي جوه الفولدر ده ونعمل فولدر تاني اسمه SRC. SRC ده الفولدر اللي هنكتب جواه الاكواد بتاعه المشاريع. هنفتح الفولدر ده ونفتح من حيث الوضوح يعني مش عارف لا اقفل الشباك اللي هناك. طيب واحنا واقفين جوه الفولدر بتاع SRC هنفتح التيرمينال. تمام. الكود التيرمينال دي احنا المفروض هنكتب فيها كود دلوقتي علشان اعرف الرأس ان الفولدر اللي انا واقف فيه ده هو الورك سبيس بتاعتي. فانا هقول cat can init work space. تمام. الامر ده cat can init اختصار initiate work space. كده لما ننفذ الامر ده هنلاقي في جوه الفولدر SRC في فايل اللي هو سي ميك ليست ده اتكريت. ده كده معناه ان هو الامر اتنفذ يعني. طيب احنا كده عملنا الورك سبيس بتاعتنا. عايزين بقى ايه؟ نعمل اول بروجكت عندنا. هنعمل بروجكت بسيط ببلشر سبسكرايبر. تمام. هنعمل نود بتعمل ببلش لرساله معينه واللود تانية عاملة سبسكرايب في التوبيك ده فالمفروض الرسالة دي هتوصل لها. احنا كل بقى جوه الفولدر SRC كل باكج او كل بروجكت هنعمله بنعمله فولدر لوحده. بس وفي بيبقى في جواه شوية فايلز. بيبقى في جواه شوية فايلز بدل ما نعمل الحاجات دي مانيوال بايدينا. في امر اسمه cat can create باكج. تمام. امر cat can create package ده الامر اللي بنستخدمه علشان يكريت لنا باكج. بنكتب بعده اسم الباكج اللي احنا عايزين نكريتها فنسميها pub sub. المفروض كده لو ضغطت انتر هيكريت لي الباكج. بس في حاجه ان انا وانا بكريت الباكج بالامر ده لو انا عارف اسماء الباكجز الثانيه اللي انا هحتاج استخدمها في الباكج بتاعتي ممكن اكتبها هنا عشان هتسهل عليا. بما اننا شغالين بايثون فمن هنا ورايح في باكج هنستخدمها على طول اللي هي اسمها روس باي. روس باي دي الباكج اللي فيها كل دي الباكج اللي فيها كل الميثودز بتاعه البايثون اللي انا هحتاجها في الروس وانا شغال. اللي شغال مثلا سي بلس بلس هيلاقي هنا لا هو السكشن ده الاسبوع اللي فات كان عندهم محاضره فما خدوش ف دول متاخرين سكشن. اه يعني ده جديد بالنسبه للسكشن. تمام. فاللي شغال بايثون اللي شغال بايثون هيستخدم الباكج دي. اللي شغال مثلا سي بلس بلس بيستخدم باكج اسمها روس سي بي بي. اللي شغال سي شارب بيستخدم باكج اسمها روس سي اس وهكذا. طيب في باكج تانية هنستخدمها من ان احنا بنعمل ببلش وسبسكرايب ففي رسائل بتتبعت في السيستم. فالرسائل دي هنحتاج فيها باكج اسمها ستاندرد مسجز اس تي دي اندرسكور مسجز. تمام. فدول الاثنين باكج اللي احنا هنحتاجهم دلوقتي. واحنا شغالين في البروجكت لو اكتشفنا ان في باكج من دول احنا مش محتاجينهم فعايزين نشيلها عشان ما يعملهاش كومبايل او بيلد وهو شغال، او اكتشفنا ان احنا في باكج محتاجين نضيفها، الموضوع الاضافه هتبقى سهله يعني.
كده الباكج اتكريتد، ده الفولدر بتاعها، وده المانيفستو فايل اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، اللي هو فايل فيه معلومات عن الباكج زي اسمها، الفيرجن بتاعتها، ديسكريبشن عنها، اسم اللي عاملها، الكلام ده كله. بس اللي يهمنا التاجات دي، اول مره خالص لما اتكلمنا قلنا ان في تاجين مهمين، اللي هو التاج بتاع ديبند والتاج بتاع اكسبورت. تمام، ديبند قلنا بنكتب جواه اسماء الباكجات الثانيه اللي انا محتاجها في الباكج بتاعتي وانا شغال، اللي احنا هنلاقي الاثنين اللي احنا كتبناهم في التيرمينال موجودين هنا، في اللي هي ريست باي وستاندرد مسجز. بس التاج بتاع ديبند فيه منه نوعين، في بيلد ديبند وفي ران ديبند. البيلد ديبند بكتب فيه اسماء الباكجز اللي انا محتاجها وانا بعمل بيلد وانا بعمل كومبايل للباكج بتاعتي. الران بكتب فيه اسماء الباكجز اللي انا محتاجها وانا برن والباكج بتاعتي وهي شغاله كبرنامج في الرز، بكتب اسماء الباكجز الثانيه اللي انا محتاجها. فلغايه دلوقتي الاثنين دول انا محتاجهم وانا بعمل بيلد ومحتاجهم وانا بعمل ران، فبكتبهم هنا وبكتبهم هنا. تمام، طيب لو افترضنا ان انت في باكج من دول اكتشفت انك مش محتاجها، ملهاش لازمه عندك، بمنتهى السهوله هتمسح التاجات بتاعتها من هنا. لو اكتشفت ان في باكج لو في باكج انت عايز تضيفها، تمام، هتشوف انت محتاجها فين. لو محتاجها في البيلد بس هتضيف لها تاج هنا، لو محتاجها في الران هتضيف لها تاج هنا، لو محتاجها في الاثنين هتضيف في الاثنين زي دول كده. تمام، فالموضوع سهل. التاج بتاع اكسبورت قلنا لو ده بنكتب فيه شويه فلاجز او اوبشنز لو عايزين نبعتها للكومبايلر وهو شغال، ده مش هنحتاجه دلوقتي، مش هنكتب فيه حاجه، هنسيبه فاضي. فده الفايل المانيفست فايل الاكس ام ال فايل بتاع الباكج اللي فيه الحاجات المعلومات بتاعه الباكج. الفايل بتاع السي ميك ده بيبقى فيه معلومات. السي ميك فايل ده اللي ما شافوش قبل كده او ما اشتغلش بيه قبل كده، ده بيستخدم علشان نعمل كروس بلاتفورم كومبايليشن، ان هو انت ممكن من خلال السي ميك فايل تعمل كومبايل للباكج بتاعتك على اكتر من بلاتفورم، على لينكس، على ويندوز، على ماك، حسب التولز اللي موجوده والكومبايلرز اللي موجوده على الحاجات البلاتفورم دي. فنفس الفكره هنلاقي فيه هنا فايند باكج. فايند باكج دي بنكتب فيها اسماء الباكجز اللي احنا قلنا هناك، في بيلد وفي ران. تمام، في باكجز محتاجينها واحنا بنعمل بيلد، وفي باكجز محتاجينها في الران تايم. فالفايند باكج دي برضو نفس الفكره، بنكتب جواها اسماء الباكجز اللي انا محتاجها في البيلد. تمام، فلو انا نفس الفكره، لو انا في باكج من الاثنين دول اكتشفت ان انا مش محتاجها، بمسح التاج بتاعها من المانيفست من الاكس ام ال فايل وبمسح اسمها من هنا. تمام، لو هضيف التاجات هناك وهضيف اسم الايه الباكج الجديده جوه الميثود دي. دي بالنسبه للباكجات اللي انا محتاجها في البيلد. بالنسبه للران تايم بقى، هناك كان ليها تاج اللي هو ران ديبند. هنا في الميثود دي اللي هي كات كان باكج. كات كان باكج بكتب جواها اسماء الباكجز اللي انا محتاجها في الران تايم. هتلاقي جواها في حاجه اسمها، هي السطر ده كان معمول له كومنت، حاجه اسمها كات كان ديبندز ومكتوب جواها اسماء الباكجز اللي انا محتاجها في الران تايم. بس السطر ده كان معمول له كومنت علشان هي باي ديفولت الاثنين دول بيشتغلوا معايا في الران تايم في اي حاجه انا شغالها، طالما انا شغال بايثون الاثنين دول بيشتغلوا، فهو مش محتاج يكتب السطر ده فكان عامل له كومنت. انما لو في باكج جديده انت عايز تضيفها هتشيل الكومنت ده وتيجي هنا وتضيف الباكج الجديده. تمام، فتاني لو في باكج هتضيفها محتاجها في البيلد بس، بتضيف تاج بيلد هناك في الاكس ام ال فايل وبتضيفها في الميثود بتاعت فايند باكج اللي فوق. لو هتضيف باكج محتاجها في الران تايم بتضيف التاج بتاع ران في الاكس ام ال وبتضيف اسم الباكج في السطر ده. تمام، لو محتاج باكج في الاثنين هتضيف بقى الاثنين مع بعض. طيب الفولدر بقى اس ار سي ده اللي بنكتب جواه الاكواد بتاعتنا. فاحنا قلنا هنعمل ببلشر وسبسكرايبر، فانا هعمل فايلين، الاولين اسمه ببلشر
دوت بي واي والتاني سبسكرايبر دوت بي واي. وهفتح الكود بقى مش فارقه كتير، الكود ممكن تكتبوه في تكست اديتور عادي، ممكن تكتبوه في اي دي اي تبع البايثون زي ما انا هعمل. انا افتح الاي دي اي علشان يعني برتاح فيه شويه ومتعود عليه. بس كده كده الفكره مش هتفرق انت هتكتبه في تكست اديتور ولا في اي دي اي، لان احنا كده كده ما بنعملش كومبايل من الاي دي اي، احنا الكومبايل هيبقى من خلال الرس. فالاي دي اي ده بالنسبه لي هيبقى مكان بكتب فيه بس بيريحني في الكتابه، فمش هتفرق كتير يعني المكان اللي انت هتكتب فيه الكود. هعمل اوبن للفولدر اللي فيه الاكواد. تمام، دول الفايلين اللي عندي. المفروض هنبتدي نكتب الكود بتاعنا في البايثون. واحنا شغالين في سطر هنكتبه دايما في بدايه اي كود بايثون هنكتبه، في سطر هنكتبه في الاول كده ثابت. السطر ده عباره عن الاتي: هاش اكسكليميشن مارك بعدين يوزر ان انف بايثون. السطر ده كده بنكتبه في الاول خالص. بتاع ايه بقى السطر ده؟ لازمته ايه؟ السطر ده بنحتاجه معظم النسخ او معظم الناس اللي شغاله بايثون بيبقوا منزلين نازل نسختين بايثون، بايثون 2.7 وبايثون 3.4. في الاوبنتو اللي احنا شغالين عليها دي الاثنين دول نازلين تمام، ومعظم الناس اللي شغاله بايثون بيبقوا مسطبين الاثنين. اللي عنده على السيستم نسخه بايثون واحده بس اللي متسطبه، السطر ده مش هيحتاجه، حتى لو كتبه مش هيفرق معاه كتير. انما الفكره بما انه معظم الناس بتبقى منزله نسختين بايثون، الرس لما بيجي يعمل بيلد للباكج بتاعتي وانا كاتبها بالبايثون، هيبقى عنده اتنين انتربريتر بايثون متسجلين عنده في السيستم بتاع 2.7 وبتاع 3.4، فهو مش هيبقى عارف يشتغل بمين فيهم تمام. فالسطر ده انا بقول له اشتغل باول واحد يقابلك اللي هو 2.7. طب اول واحد يقابله فين؟ في حاجه اسمها سيستم فاريبلز. السيستم فاريبلز دي بتبقى موجوده في اي اوبريتنج سيستم، بتبقى عباره عن شويه فاريبلز اي ابلكيشن اي يوزر يقدر يقرا قيمتهم. اهم واحد فيهم اللي هو الباث ده، الفاريبل ده اهم واحد فيهم. ليه بقى؟ انت في ال في الويندوز او في اللينكس او في الماك او في اي حته، في شويه اوامر كده، مثلا حاجه زي سي دي. انتوا عارفين امر سي دي مش كده؟ امر سي دي تمام. في مثلا امر اسمه دايركتور او دي اي ار، امر مثلا زي ده بيعرض لي اسماء الفايلز اللي موجوده جوه الفولدر. الاوامر دي كلها اللي بكتبها في التيرمينال او في الكوماند برومبت في الويندوز دي عباره عن برامج. يعني في برنامج في السيستم اسمه دي، يعني في الويندوز مثلا في برنامج اسمه دي اي ار دوت اي اكس اي موجود في البارتيشن بتاع السي بتاع الويندوز. لما بكتب الامر ده هنا بيروح ينفذ البرنامج ده ويعرض لي الناتج بتاعه. مش في التيرمينال وبس، انت لما مثلا لما تيجي تفتح صوره، لما تعمل دبل كليك على صوره بيفتح الصوره ازاي في برنامج الفوتو فيور اللي انت مسطبه؟ هو بيروح في حاجه اسمها اكستنشن اسوسيشن اللي هو بيبقى متسجل في السيستم داتابيز، الاكستنشن ده البرنامج اللي بيفتحه كذا، الاكستنشن ده البرنامج اللي بيفتحه كذا. فانت لما تضغط على الصوره مثلا هيروح يشوف الاكستنشن بتاعه، يلاقي جي بي جي، فيروح في الداتابيز هيدور هيلاقي مثلا ان الفايل ده او الاكستنشن ده متسجل ان هو يفتح مثلا بالبرنامج الفلاني. فهيروح هو عنده اسم البرنامج، بيقوم رايح ينادي على اسم البرنامج ده يشغل البرنامج ده ويبعت له الانبوت بتاعه، يبعت له البارامتر اللي هو الفايل بتاع الصوره، مسار الفايل ده.
الفكره بقى كلها سواء في المثال بتاع اللي هو من خلال الجي او اي بالماوس وكده او من خلال التيرمينال، ازاي من اسم البرنامج بس الويندوز او اللينكس او الماك عارف البرنامج ده موجود فين. يعني انا هنا كتبت دي اي ار، ما كتبتش المسار الدي اي ار ده موجود جوه فولدر معين، ما كتبتش المسار بالكامل بتاع البرنامج، انا كتبت له اسمه بس وهو راح شغله. لما بفتح الصوره انا اللي متسجل عند السيستم اسم البرنامج اللي بيفتح الصور مش المسار بتاعه بالكامل، هو بيروح بقى ينادي على الاسم ده، هو عارف هو متخزن فين. عارف منين بقى؟ من السيستم فاريبل ده. السيستم فاريبل ده بيبقى متخزن فيه في الغالب البرامج لما بتيجي تسطب اي برنامج جديد الفولدر اللي هو اتسطب جواه بيقوم مسجله جوه السيستم فاريبل. فاللي بيحصل ايه؟ انا هوريكم دلوقتي السيستم فاريبل هنا ايه اللي متخزن جواه. في امر اسمه ايكو، لو اديت له اي فاريبل بيطبع لك قيمته. فانا اقول له ايكو باث، دي قيمه اللي متخزنه جواه. كل دي اسماء فولدرات ومفصولين بالكولون اللي هي نقطتين فوق بعض، في الويندوز بيبقوا مفصولين بسيمي كولون. اللي بيحصل لما بكتب مثلا حاجه زي دي اي ار، بيقوم ايه رايح على اول فولدر يدور فيه على برنامج بالاسم ده، ما لقاه بيشغله، ما لقاهوش بيقوم رايح على تاني فولدر وهكذا لغايه ما يلاقي البرنامج. لو ما لقاهوش خالص يعني مثلا حاجه زي كده لو انا كتبت اسمه غلط هيطلع لي رساله ايرور يقول لي نوت فاوند. ليه نوت فاوند؟ لان هو عدى على كل الفولدرات دي وما لقاش البرنامج فبيطلع لك رساله الايرور دي. مثلا اخر فولدر ده اللي موجود فيه الكومبايلر بتاع الجافا. انا لو كتبت جافا سي، اسم ده اسم البرنامج الكومبايلر بتاع الجافا، بيشتغل عادي. انما لو جيت في عدلت في الفاريبل ده ومسحت اخر فولدر، لو جيت اكتب جافا سي هيطلع لي ايرور يقول لي مفيش برنامج بالاسم ده. فده الطريقه اللي الاوبريتنج سيستمز بتشتغل بيها في الجزء ده. فانا عايز اقول للراس اشتغل. وعلى فكره السطر ده معظم اكواد البايثون اللي هتشوفوها اونلاين وخصوصا الاكواد اللي مكتوبه على لينكس هتلاقوا السطر ده مكتوب فيها، بيبقى مكتوب دايما. انا السطر ده بيقول له وانت بتدور على الانتربريتر بتاع البايثون افتح اول انتربريتر يقابلك. فهو في الفولدر ده تمام. الفولدر ده موجود فيه الاثنين انتربريتر بتاع البايثون. فبطبيعه التسميه بايثون 2.7 هيبقى الفايل بتاعه الانتربريتر بتاعه هيبقى موجود قبل 3.4 بطبيعه ترتيب الاسامي تمام. فانا لما اقول له اشتغل باول كومبايلر يقابلك ده معناه ان انا بقول له اشتغل اللي هو بايثون 2.7 تمام اللي احنا عايزين نشتغل بيه. فدي ده سبب ان احنا بنكتب السطر ده في اي كود هنكتبه بتاع بايثون. طيب هنبتدي ان احنا نعمل امبورت للاثنين باكج اللي احنا اشتغلناهم اللي احنا جبناهم اللي هي راس باي وستاندرد مسجز. جواه اللي هنستخدمه منها هي ما فيش جواها غير باكج واحده اسمها مسج تمام. فدول الاثنين باكج اللي احنا هنستخدمهم عملنا لهم امبورت. هعرف بقى ميثود. الميثود دي ابتدي اكتب جواها الكود بتاعي. اول حاجه احنا عايزين نكريت نود جديده في السيستم. فبعرف الاوبجكت بتاع النود في ميثود جوه الروس باي اسمها انيشيت نود. الميثود دي فيها كذا بارامتر بس اللي احنا هنحتاجه منهم دلوقتي اول واحد اللي هو النيم. فهدي له اسم النود. احنا اول مره خالص قلنا ان النود دي اسمها لازم يبقى مميز، ما ينفعش اتنين نود في السيستم يبقى ليهم نفس الاسم. فانا دلوقتي السطر ده لما يتنفذ كده في نود جديده اتكريتد في السيستم بتاع الروبوت عندي اسمها ببلشر تمام. طيب النود دي المفروض هتعمل ايه؟ هتعمل ببلش لداتا معينه. فعشان اعمل ببلش في الروس بكريت اوبجكت من كلاس اسمها ببلشر. فانا هعمل اوبجكت من كلاس اسمها ببلشر. الكونستراكتور بتاع الكلاس دي اول بارامتر ليه نيم.
النيم ده بيبقى اسم التوبيك اللي انا هعمل فيه ببلش. بعد كده تاني بارامتر داتا كلاس. داتا كلاس بعرف له فيها نوع البيانات او نوع الرسائل اللي انا هعمل لها ببلش في التوبيك ده. فاحنا في التوبيك ده هنعمل ببلش لنوع سترينج مثلا. هنا يجي دور الباكج الثانيه بقى. الباكج الثانيه دي جواها الكلاس بتاعت سترينج. كده انا قلت له ان انا الاوبجكت ده هيعمل لما يجي يعمل ببلش هيعمل ببلش في توبيك اسمه تيست. النوع الداتا اللي هيعمل لها ببلش سترينج. تمام. بقيت البارامترز مش هنحتاجها دلوقتي. اللي يهمنا منهم بارامتر اسمه كيو سايز. كيو سايز ده القيمه الديفولت بتاعته لو انا ما بعتلوش حاجه خالص بتبقى نال. الكيو ده بقى لازمته ايه؟ الكيو ده عامل زي بافر بالنسبه للنود دي. بمعنى النود دي هتعمل ببلش. في حاجه اسمها الماستر نودز في الراس. الماستر نود دي تمثل الكيرنل بتاع السيستم الراس. تمام. هي اللي مسؤوله عن كل حاجه زي الكيرنل بتاعه الاوبريتنج سيستم كده. اي نود عايزها تشتغل الماستر نودز هي اللي بتشغلها. اي نود هتتقفل الماستر نودز هي اللي بتقفلها. اي نود عايزه تعمل ببلش في توبيك بتبعت للماستر نود والماستر نود هي اللي بتعمل ببلش للرساله دي. اي نود عايزه تعمل سبسكرايب بتروح تعمل سبسكرايب مع الماستر نود وهكذا. فالماستر نودز هي المسؤوله عن كل حاجه. فلو افترضنا انك جيت تعمل ببلش لرساله فرايح تبعتها للماستر نود فالماستر نود ما قدرتش تستقبلها منك دلوقتي لاي سبب من الاسباب، مشغوله بتاسك معينه، في نودز في ضغط عليها، في ريكوستات كتير، لاي سبب ما قدرتش تستقبل الرساله بتاعتك دلوقتي، فكده الرساله دي هتطير. تمام. وممكن يحصل اكسبشن او ايرورز حسب طبيعه البرنامج بتاعك. انما لو انا عملت كيو سايز ده مثلا ب 10 كده انا بقول له بالنسبه للنود دي اعمل لي بافر حجمه 10. بمعنى ان انا لو جيت ابعت رساله اعمل لها ببلش وجيت ابعتها للماستر نود وما وصلتش لاي سبب من الاسباب خزنها في البافر ده. تمام. والبافر ده يقدر يستوعب 10 رسائل. طب لو فرضا الماستر نود فضلت مشغوله فتره طويله وفضلت ابعت انا رسائل لغايه ما البافر ده اتملى، يعني انا بعت 10 رسائل وكلهم ما وصلوش للماستر نود ومتخزنين في البافر ده. نفس الكلام لو جيت ابعت رساله جديده هتروح الماستر نود لسه ما سحبش اي حاجه من ال 10 رسائل بتوعي القدام والبافر مليان، فالرساله الجديده دي نفس الفكره هتطير. فحجم البفر ده مش قيمه ثابته، القيمه دي بتختلف حسب طبيعه السيستم بتاعك، في نودز كتير في السيستم ولا لا، كميه البيانات اللي بتتبعت في السيستم، لو السيستم ما فيهوش داتا كتير يبقى الكيو سايز ده يبقى قليل او ممكن ما نحتاجوش خالص، لو السيستم فيه بيانات كتير قوي يبقى الكيو سايز ده يفضل يبقى حجمه كبير، فحسب طبيعه السيستم بتاعك. تمام؟ واضح لغايه كده؟ طيب انا بقى الامر بتاع الببلش انا مش عايز ابعته مره واحده، مش عايز اعمل ببلش مره واحده وخلاص، انا عايز يفضل يعمل ببلش كتير علشان ابقى شايف الانتراكشن ما بين الاثنين قدامي في السيستم. فانا هعمل لوب. المفروض انتوا عارفين ان وايل ترو دي معناها ان اللوب هتفضل شغاله ايه فور انفينيتي، يعني هتفضل شغاله على طول مش هتقف. بس انا الافضل من كده، انا دلوقتي السطر بتاع ببلش اللي انا هعمله ده معتمد ان النود اللي انا بعمل ببلش من خلالها اللي هي النود بتاع الببلشر دي تكون شغاله، يعني مش هقدر اعمل ببلش لو النود مش شغاله اساسا. فانا هربط الكونديشن بتاع اللوب بان النود تفضل شغاله. في ميثود في الراس اسمها is shutdown. الميثود بتاعت is shutdown دي بترجع لي true لو النود اللي انا كريتها مقفوله، وبترجع لي false لو النود شغاله. فانا هنا هحتاج ازود حاجه، هحتاج ازود نود علشان يدخل جوه اللوب لو النود شغاله. تمام. هل ده يحميني من المشكله؟ يعني انا دلوقتي كانت المشكله اللي عندي ان انا السطر بتاع الببلش اللي انا هكتبه جوه اللوب لو النود مش شغاله هيطلع لي اكسبشن، هيبقى في مشكله ان انا بحاول اعمل ببلش والنود مش شغاله، فعشان كده
غيرت الكونديشن بتاع اللوب خليته ما يدخلش جوه اللوب غير والنود شغال، هل انا كده حليت المشكله ولا لا؟ لا هو مازال كده لسه في مشكله. انا ممكن ايه، ممكن لما اجي في لوب من اللوبس وهو شغال ممكن اجي اعمل تشيك على الكونديشن ده الاقي النود شغال فهيدخل جوه اللوب، بس قبل ما يوصل للسطر بتاع الببلش النود اتقفلت. احتماليتها قليله بس وارد تحصل. انت عملت تشيك على الكونديشن طلع ان النود شغاله، دخلت جوه اللوب قبل ما توصل للسطر اللي بعده النود اتقفلت، فانت كده ما زلت برضه في مشكله. فاحسن حل ليها ان احنا نعمل تراي وكاتش للاكسبشن ده، ولو حصل اكسبشن في الكود اللي احنا هنكتبه اعمل بريك او اطبع له رساله ايرور وبعدين اعمل بريك اخرج من اللوب، يعني حسب بقى الاكشن اللي انت عايز تعمله. فانا هعمل تراي وكاتش لان انا ما زلت في خطر ان انا اعمل ببلش واللود مقفول. طيب احنا في النقطه الثانيه ان انا الانستراكشنز بتتنفذ بسرعه في الكمبيوتر في البروسيسور عشان البروسيسور سريع فبينفذ الحاجات بسرعه، فالفتره الزمنيه ما بين كل لوب والثانيه قليله جدا، فهيحصل عندي حاجتين. اولا البفر اللي انا عامله ده ممكن يتملي بسرعه، تمام. ثانيا انا كهيومن واحد عمال بيتابع على التيرمينال اللي بيحصل، الحاجات بتحصل بسرعه قوي فمش عارف افهم ايه اللي بيحصل، مش قادر اركز مع الداتا، فانا عايز ابطئ اللوب شويه. بنعملها ازاي؟ يعني بعمل ايه برضه؟ تمام. انتوا عارفين ان في حاجه اسمها سليب. سليب دي لما بنادي عليها بيعمل الثريد اللي شغال اللي انت ناديت من جواه على سليب بيقف بيبطل تنفيذ، وبتدي سليب دي بتبعت لها مده معينه غالبا بالملي سكند وبيعمل سليب للمده دي، وبعد ما المده دي ما تخلص بيقوم يبتدي يشتغل تاني. فلو انا عايز اخلي اللوب تبقى بطيئه شويه بعمل موضوع سليب ده. بس الراس في كلاس اسمها ريت، هعمل منها اوبجكت. الكلاس دي هي اللي هقدر انادي من جواها على الميثود بتاعت سليب. بس الفكره هنا ايه؟ سليب العاديه اللي انتوا اشتغلتوها قبل كده او اتعاملتوا معاها بتدي لها فتره زمنيه، تمام. هنا الكونستراكتور بتاع ريت دي هتلاحظوا ان هو بياخد بارامتر واحد اسمه اتش زي. اتش زي اللي هي اختصار لايه؟ هرتز. هرتز دي كانت ايه؟ وحدة قياس التردد. يعني ايه تردد بقى؟ تمام. عدد ده مثلا تعريف مخصص شويه بس هو ان جنرال عدد الحاجات اللي بتحصل في الثانيه، تمام. ده تعريف التردد في اي حاجه. فانا هنا ما لو كتبت له 5 معناها ان انا بقول له التردد بتاعك 5، معناها ان انا بقول له الحاجه اللي انا هستخدم فيها الريت ده، الريت ده انا هستخدمه جوه اللوب، فمعناها ان انا بقول له اللوب دي انا عايزها تتكرر 5 مرات في الثانيه، تمام. فانا مش ببعت له وقت، هو بقى يعني دي فيها ميزه ان انا مش محتاج احسب الوقت، هو بيحسب اوتوماتيك مع نفسه المفروض يعمل سليب كام ملي سكند علشان اللوب دي تتكرر 5 مرات في الثانيه، تمام. فدي فايده الريت. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ببلش، فاول حاجه هنعملها هنكريت الداتا اللي احنا هنبعتها. فبما اني قلت له فوق ان الداتا اللي انا هبعتها لك في التوبيك ده نوعها سترنج، يبقى الداتا اللي انا هكريتها هنا لازم يبقى نوعها سترنج. فانا هكريت مسج فيها سترنج داتا، وعلشان ما تبقاش الرسائل كلها شبه بعض هزود مع الكلمه دي هزود الوقت اللي اتبعتت فيه الرساله، تمام. وفي ميثود في الراس اسمها get time، تمام. get time بترجع لي الوقت وهحولها لسترنج واعمل لها concatenation مع الكلمه دي، فهتبقى هي دي الرساله بتاعتي، دي الداتا اللي انا عايز اعمل لها publish. اعمل publish ازاي بقى؟ الاوبجكت بتاع publish اللي انا عملته فوق ده جواه ميثود اسمها publish، تمام. هبعت لها الرساله وخلاص، وهو كده كده متسجل عنده التوبيك هيروح يعمل ببلش للرساله دي في التوبيك ده. طيب بعد الببلش المفروض هنعمل ايه بقى؟
مش سامع. قولي قولي عادي. لا ده ماشي. السبسكرايبر ده قصه تانية، بس احنا دلوقتي لسه في الببلشر في خط بالظبط. هعمل بقى سليب علشان اللوب تقف شويه وبعدين تشتغل تاني. فالاوبجكت بتاع الريت اللي احنا عاملينه فوق جواه ميثود اسمها سليب، ملهاش انبوت، ما بتاخدش انبوت، لان هو زي ما قلت لكم هيحسب الوقت اوتوماتيك طبقا للتردد اللي انا كاتبه له فوق. والميزه هنا كمان يعني احنا حتى لو اشتغلنا بسليب العاديه، لو انا عايز اللوب دي تشتغل خمس مرات في الثانيه، سليب العاديه اللي انا ببعت لها وقت هكتب هبعت لها الانبوت بتاعها ايه؟ لو بالملي سكند. لو انا عايزها تتكرر خمس مرات في الثانيه هعمل سليب قد ايه؟ كل مره هعمل سليب قد ايه؟ كل 200. الثانيه فيها 1000 ملي سكند. فانا لو كل لو هستخدم سليب العاديه هبعت لها 200 علشان يعمل سليب 200 ملي سكند، فالمفروض تتكرر خمس مرات. بس هل معنى كده ان اللوب دي هتشتغل فعلا خمس مرات كل ثانيه؟ لا، في حاجه ثانيه لا، ما هي ما هو البرنامج بتاعك شغال في الثريد. في حاجه احنا مهملينها هنا وبنهملها يعني في العموم واحنا شغالين بسليب العاديه بنهملها. لو احنا عايزين نعمل حاجه زي كده تتكرر كذا مره في الثانيه، احنا مش عاملين حساب للوقت بتاع السطرين دول. فلنفرض ان السطرين دول مثلا هياخدوا 10 ملي سكند عشان يتنفذوا مثلا يعني، تمام؟ يبقى انا كده عندي 10 ملي سكند عدوا، وبعدين هعمل سليب 200. يبقى انا كده بعد ما السليب تخلص يبقى انا عدى 210، وبعدين في 10 تانيين هيعدوا، وبعدين 200. يبقى انا كده اللوب دي لما اكررها بعد ثانيه واحده هلاقيها اتنفذت اقل من خمس مرات، لان سطور الكود اللي قبل كلمه سليب بتاخد وقت، تمام؟ فسليب بتاعه ريت اللي جوه روس باي ميزتها انها كمان وهي بتحسب الوقت بتاخد في اعتبارها السطور اللي اتنفذت قبل السليب، تمام؟ علشان تاخدها في الحسبان. يعني هنا سليب مش هتعمل 200 ملي سكند، هتبقى اقل شويه لان اللي قبلها خد وقت، تمام؟ طيب كده احنا ايه خلصنا. كل اللي ناقص ان انا انادي على الميثود دي. البايثون انت مش محتاج تعمل ميثود مين اكسبلسيت كده، مش محتاج، مش زي لغات البرمجه الثانيه. هو انت كده كده بيبقى في حاجه شبه المين هو بيعملها، بس انت ممكن فايل البايثون تفتحه وتكتب جواه الكود مباشره وخلاص، وهي انتربريتر بيعدي على سطر سطر ينفذه. فاحنا كان ممكن اساسا بدون المين دي خالص اخد السطور دي كده احطها بره واسيبه كده. واسيبه كده كده هيشتغل عادي برضه. بس المشكله عندي في ايه؟ في طريقتين اكواد البايثون ممكن تتنفذ بيهم. الطريقه الاولانيه انك تشغل الكود ده كبرنامج مستقل، ان انا مثلا اجي في التيرمينال هكتب بايثون اللي هو الانتربريتر بتاع البايثون، وبعدين ابعت له اسم الفايل لو انا واقف في نفس الفولدر، يعني ابعت له اسم الفايل وهيشتغل كده. انت بتشغل الكود بتاعك ده كبرنامج مستقل، برنامج عادي. فدي الطريقه العاديه اللي بتشغل بيها معظم البرامج اللي بنعملها. الطريقه الثانيه لو انا عملت له امبورت في فايل تاني، لو انا جيت قلت امبورت لو عملت امبورت الفايل ده في فايل تاني، لما بتعمل امبورت في مثلا الكود ده البرنامج بتاع سبسكرايبر ده لما اجي اشغله، السطر بتاع امبورت ده لما يجي يتنفذ هيقوم اي سطر كود مكتوب هنا كده هيتنفذ هو كمان. فدي الطريقه الثانيه، لما بتعمل امبورت الحاجه في البايثون الكود اللي مكتوب لوحده ده هيتنفذ. طب انا مش عايز الكود ده يشتغل، انا مش عايز النود دي تتضاف، انا ممكن اعمل له امبورت عشان مثلا في ميثودز هنا عايز استخدمها هناك وكده. فانا مش انا عايز لو اتعمل له امبورت مش عايز الكود ده يشتغل، لان الكود ده هيكريت نود ويضيفها على السيستم وهيعمل بابلش وهيبقى في شغل. انا مش عايز الكود ده يشتغل غير
غير لو انا مشغل البرنامج ده كبرنامج مستقل، انما لو اتعمل له امبورت مش عايز الكود يشتغل. فعلشان كده انا حطيت الكود ده جوه ميثود، ومش لازم اسميها مين على فكره، ممكن اسميها اي حاجه عادي يعني. ها ما دي اللي احنا هنعملها بقى، هي دي مش ميثود قوي بس ايه هي اسم. فاحنا حطينا الكود ده جوه ميثود تمام، وبنادي على الميثود دي، فانا كده عملت ايه؟ انا كده ما عملتش اي حاجه برضو، لان السطر ده سطر لوحده برضو، فحتى لو عملت لها امبورت صحيح الكود ده مش هيتنفذ في الاول، بس هيروح ينفذ السطر ده، والسطر ده بينادي على الميثود فيروح برضو ينفذ الكود. يبقى انا كده ما عملتش حاجه. في الحاجات الحالات اللي زي كده بنقوم عاملين ايه؟ في ديباجه جاهزه بتتكتب في البايثون، وحتى لو انتم بتقروا اكواد بايثون على النت هتقابلوها كتير جدا وتشوفوها في اكواد كتير، اللي هي دي اف نيم ايكوالز مين. نيم ده فاريبل ثابت موجود في اي برنامج. لما بتشغل كود البايثون كبرنامج مستقل لوحده الانتربريتر بتاع البايثون هيخزن لك الكلمه دي كلمه مين وقبلها 2 اندرسكور وبعدها 2 اندرسكور في الفاريبل ده. لو معمول له امبورت مش هيخزن كلمه مين. فانا الكونديشن ده لو بترو انا كده اقدر اتاكد ان الكود بتاعي شغال برنامج لوحده. لو الكونديشن ده فولس معناها ان الكود ده ان الكود ده اتفتح من خلال امبورت تمام. فانا هنا بقى لما نادي على الميثود دي هنادي عليها في حاله ان الشرط ده بترو، لان انا كده متاكد ان الكود بتاعي شغال كبرنامج تمام. واضحه الحته دي؟ طيب احنا كده خلصنا الببلشر. الدنيا ابسط من كده مفيش، انت احنا شغالين هاي ليفل جدا. 1 2 3 4 السطر ده ما فيهوش حاجه جديده. 5 6 6 سطور عملت ببلشر تمام. فالموضوع بسيط جدا، انت شغال مفيش هاي ليفل اعلى من كده يعني. طيب هنيجي بقى السبسكرايبر. اول حاجه انا تقريبا نفس الكلام، بس بدل ما كنت بكريت نود اسمها ببلشر هكريت نود اسمها سبسكرايبر. بدل ما كنت بعمل اوبجكت من كلاس اسمها ببلشر هعمل اوبجكت من كلاس اسمها سبسكرايبر تمام. الكونستراكتور بتاع كلاس سبسكرايبر بتاخد نفس البارامترز بتاعت الكونستراكتور بتاع الببلشر مع فرق واحد، يعني برضه هنبعت لها اسم التوبيك اللي عايزين نعمله سبسكرايب، وطبعا لازم يبقى نفس اسم التوبيك اللي بعمل فيه ببلش فهسميه تيست. طبعا لازم نوع البيانات اللي انا هستقبلها من التوبيك ده لازم تبقى نفس نوع البيانات اللي بيتعمل لها ببلش، فهتبقى سترينج. بقيه الحاجات برضو في كيو سايز نفس الكلام، بس مش لازم تبقى نفس القيمه. الكيو سايز ده بافر بتاع النود بتاعت السبسكرايبر، لازمته ايه؟ ان الماستر نود لما يتعمل لها بابلش لرساله في توبك انت عامل فيه سبسكرايب وهتيجي تبعت لك الرساله دي، لو انت ما قدرتش تستقبل الرساله دلوقتي لاي سبب من الاسباب هيقوم مخزنها في البفر بتاعك تمام. فهو نفس الفكره بس بالنسبه للسبسكرايب، ومش لازم تبقى نفس القيمه، ده كل بفر مستقل لوحده. بس الحاجه الجديده بقى في هنا بارامتر مختلف مش موجود في الكونستراكتور بتاع البابلشر. البارامتر ده اللي هو اسمه كول باك، ده بنكتب فيه ايه؟ دلوقتي انت كسبسكرايبر عملت سبسكرايب في التوبيك اللي اسمه تيست، حد عمل ببلش لرساله في التوبيك ده، الرساله هتجيلك بصفتك سبسكرايبر تمام؟ هتعمل بيها ايه؟ هتعمل بيها اكشن معين، هتطبعها بقى، هتخزنها في فاريبل، هتخزنها في داتا بيز، هتعمل بيها حاجه حسب بقى ظروف البرنامج، بس انت هتعمل بيها حاجه معينه. الحاجه دي بقى هنكتبها فين؟ الطريقه بتاعت الكول باك ميثود دي دي طريقه متبعه في معظم طرق الكوميونيكيشن اللي بالمنظر ده في النتورك مثلا، في التي سي بي، في لما بتبقى عامل كلاينت وسيرفر بيبقى نفس الكلام. الرسائل اللي بتجيلك بيبقى في حاجه اسمها كول باك ميثود. بتشتغل ازاي؟ بعمل ميثود، يعني انا هعمل ميثود هنا هكتب فيها الكود الحاجه اللي انا عايز اعملها على الرساله اللي جايه. فلو احنا هنطبعها مثلا هسميها برنت مسج، وهتستقبل مني الرساله دي
وكل اللي هتعمله هتطبع الرسالة دي على الكونسول. تمام؟ هنا هاجي هقول له الكول باك ميثود بتاعتك وهدي له اسم الميثود بس من غير اقواس، بكتب اسم الميثود بس. كده انا عملت ايه؟ كده انا قلت اديته اسم الميثود، قلت له اي رساله جايه ابعتها للميثود دي وهي هتتعامل معاها. طب ليه السؤال اللي هنا بقى، ليه السطر ده ما اكتبوش هنا وخلاص؟ ليه الرساله اللي جايه لي دي ما تبقاش متخزنه في فاريبل وانا اعرف اسم الفاريبل ده ايه، واجي هنا اقول له برنت كذا او الحاجه اللي انا هعملها اعملها جوه الكود عادي وخلاص؟ الطريقه دي حاجه اسمها بلوكينج كول. بلوكينج كول يعني ايه؟ لو احنا شغالين بالطريقه دي كده انت الرساله السطر اللي هيستقبل الرساله هيبقى سطر لوحده مستني الرساله تيجي وهيعمل بلوك. ليه؟ لان انا لو كاتب هنا برنت، لو افترضنا ان الفاريبل اسمه مسج اللي متخزن فيه الرساله اللي جايه، تمام، هيبقى في سطر هنا اللي احنا بنستقبل فيه الرساله، هنكتبه كمان شويه يعني جوه اللوب، السطر اللي هيستقبل الرساله اللي جايه، السطر ده هيبقى بلوكينج، بمعنى ان السطر ده هيفضل واقف البرنامج عنده مش هيعدي غير لما استقبل رسائل الرساله اللي جايه. ليه؟ لان انا لو عديت هيطبع الرساله ازاي وهي لسه ما جاتش؟ فهو كده عامل بلوكينج، كده البرنامج واقف عند السطر ده ما مش هيمشي، مش هيعمل اي حاجه تانيه غير لما يستقبل رساله. تمام؟ الطريقه اللي احنا عاملين اللي شغالين بيها دي اسمها نون بلوكينج كول، بمعنى انا اديته اسم الميثود وهو كده كانه شغال في ثريد جديد لوحده. كل ما لا السطر اللي لو احنا شغالين بلوكينج، السطر اللي بيستقبل الرساله بيفضل مستني ما بيمشيش غير لما الرساله تجيله، يا اما الكونكشن يقفل فمش هيتحرك، هو هيفضل واقف، انت بتقول له استقبل الرساله فخلاص هو هيفضل واقف مستني ان الرساله تيجي. كده كده الكود اللي احنا بنكتبه بيشتغل مع النود اللي شغال. عشان البفر اللي احنا بنقوله هو كده الرساله تتخزن وتنزل على الكود على طول. لا، لو انت هتستقبلها عادي هتجي لك على طول، انما لو انت مثلا كنت بتستقبل حاجه تانية او مشغول او الكود بتاعك بيعمل حاجه فهتتخزن في بفر. يعني مثلا افرض السبسكرايبر ده جات له رساله وبيبعتها للكول باك ميثود وبعدين جات رساله تانية في الوقت ده فهتستنى في البفر لغايه ما يخلص ويستقبلها. تمام؟ انما فاحنا هنا كان الميثود دي موجوده في الثريد لوحدها، لما بتيجي رساله انا بقول له ايه؟ خليك بقى شغال مستني الرسايل وكمل بقيه الكود بتاعي عادي. لا، وقت ما تيجي رساله ابعتها للميثود دي وهتطبعها وانا شغال مع نفسي. تمام؟ فانا هنا جوه بقى اللوب كل اللي هعمله الميثود اللي بتستقبل الرسايل هقول له ابتدي ايه؟ شوف لو في رسائل جايه هتحل. الميثود دي اسمها spin. تمام؟ انا كاتبها جوه اللوب علشان انا عايزه كل شويه يروح يشوف في رسائل جديده ولا لا. بس الميثود spin دي من جوه هي انا مش محتاج احطها جوه اللوب، هي من جوه بتفضل شغاله طول ما اللود بتاعتك شغاله، هي بتفضل شغاله تشوف في رسائل جايه ولا لا. تمام؟ فانا مش محتاج احطها جوه اللوب. الو الو يا غاد، ايه انا في معمل 3. ماشي، ما تقلقيش. لا ما تقلقيش، ماشي سلام. فاحنا مش محتاجين لوب لان هي من جوه بتفضل شغاله. فانا كل اللي هعمله هقول رسباي دوت بن. تمام؟ فانا كده الكود بتاع السبسكرايبر كده السبسكرايبر خلص، الكود بتاع السبسكرايبر اقل بكتير كمان من الببلش. ها؟ سبين دي اللي بتبتدي بقى بتروح تشوف كل شويه من الماستر نوت في حاجه جايه في التوبيك اللي انا عامل فيه سبسكرايب ولا لا. وبعد سبين انت بقى ممكن تكمل كود، عشان كده بقول لكم دي نون بلوكينج، يعني هو خلاص انت بتنادي على سبين وهو بقى بيدور مع نفسه بيشوف في رسائل جايه ولا لا، ولو في كود زياده بقى انت عايز تعمل حاجه ثانيه تكتب كودك وهو هيكمل عادي. تمام؟ واي بقى رساله هتيجي هيقوم باعتها للميثود دي والميثود دي الكود اللي جواها هيتنفذ. تمام؟ فالحته دي واضحه؟ طيب فده السبسكرايبر.
وده الببلشر. احنا برضو الببلشر يعني بعد ما نعمل ببلش هنطبع على التيرمينال رساله ان احنا عملنا ببلش. هقول له print I published the message تمام علشان نشوف يعني النواتج على الشاشه. فاحنا كده عملنا الاثنين، ناقص ان احنا نشغلهم. انا هنا واقف جوه ده الفولدر بتاع الورك سبيس بتاعي، وده الفولدر اس ار سي اللي جواه اللي انا بكتب جواه الاكواد. هرجع خطوه لورا عشان لازم ابقى واقف جوه الورك سبيس نفسها. تمام؟ فانا ايه؟ رجعت خطوه لورا. الامر اللي بيعمل بيلد او كومبايل في الرس اسمه كاتكن ميك. كاتكن ميك ده اللي بيعمل كومبايل. طيب هو انا ممكن الفولدر اس ار سي ده يبقى جواه، احنا دلوقتي ما فيش غير باكج واحده اللي هي باب ساب اللي احنا عاملينها. انا ممكن يبقى جواه اكتر من باكج انا عاملها، تمام؟ ممكن يبقى جواه 10 باكجات، 20، 100، 200 حسب السيستم بتاعي. فانا لما بقول له كاتكن ميك بيروح يعمل كومبايل لمين فيهم؟ كاتكن ميك بيعمل بيلد لكله، تمام؟ حتى لو انت ما عدلتش غير في واحده بس او ما ضفتش غير واحده بس، انت لما بتعمل كاتكن ميك بيعمل بيلد لكل الباكجز اللي عندك. انت لو في باكج واحده معينه هي اللي عايزه يعمل لها بيلد عشان ما تضيعش وقت وكده، بتيجي بعد الامر ده وتكتب 2 داش وبعدين بي كي جي وبعدها بتكتب اسم الباكج اللي انت عايز تعمل لها بيلد، بيقوم عامل بيلد لدي بس، انما كده بيعمل لكله. تمام؟ فانا دلوقتي لما اشغل الامر ده هيبتدي يعمل بيلد كل الباكجز اللي في الورك سبيس ده. تمام كده خلص. لو في ايرورز ولا حاجه هتظهر لك هنا. هنلاقي ان هو بعد ما خلص في الفايل ده اضافه والفولدرين دول. الفولدر ديفلوب ده ده يهمنا في ايه؟ دلوقتي هو المفروض اعمل بيلد مش كده؟ انا عايز اشغل النودز اللي احنا عملناها دي بقى، البرامج اللي احنا كتبناها. فعشان اشغل نود هقول روس ران، تمام؟ وبكتب اسم الباكج اللي جواها الكود بتاعي باب سب، وبعدين بكتب اسم الكود اللي هيشتغل او اسم البرنامج اللي هيشتغل اللي هو مثلا publisher دوت بي واي. تمام؟ فالمفروض دلوقتي روس ران اسم الباكج اسم البرنامج. لما اضغط انتر هيطلع لي رساله ايرور ان الباكج دي مش موجود، مش عارف يلاقيها. تمام؟ هي موجوده بس هو يعني هو مش عارف هي فين، فبالتالي مش عارف يلاقي الباكج. الفولدر بقى ديفلوب ده اللي اتعمل بعد ما خلصنا سي ميك الكاتكن ميك، جواه فايل اسمه سيت اب دوت باش. سيت اب دوت باش ده لما جواه شويه اوامر، لما بشغله التيرمينال بتاعتي تقدر تعرف اماكن كل الباكجز اللي اتعمل لها بيلد. تمام؟ فبشغله ازاي الفايل ده؟ انا دلوقتي واقف بره، فهقول له عشان اشغل فايل باش فايل جواه باش كود بكتب دوت، ده امر اسمه سورس، الدوت دي امر اسمه سورس في الاوبنتو، وهحدد له مكان الفايل جوه فولدر ديفلوب. بس انت كده كل مره هتيجي تشغل الباكج هتقعد تكتب المسار بالكامل. الفايل السيت اب باش ده بيريحك ان هو انت بس بتكتب اسمها وهو بيسجل في التيرمينال مكان كل باكج. تمام؟ لما بشغل ده هو كده اشتغل، كده التيرمينال عارفه كل باكج عندي موجوده فين. فلما اجي اشغل الباكج هيطلع لي ايرور تاني بس مش نفس الايرور. تمام؟ بس الايرور ده خلاص ما عادش بيطلع لان هو دلوقتي عارف كل باكج موجوده فين. طيب لو انا فتحت تيرمينال ثانيه
مثلا انت احنا عندنا نود ببلشر ونود سبسكرايبر، فهنشغل دي في تيرمينال عشان نشوفها وهي شغاله، وهنشغل دي في تيرمينال ثانيه. التيرمينال الثانيه دي ما تعرفش الباكجات بتاعتك موجوده فين برضه، فانت محتاج تشغل السيت اب فايل ده، يعني الامر اللي احنا كتبناه هنا ده محتاج تكتبه هناك علشان التيرمينال الجديده دي تبقى عارفه مكان كل باكج. لو عندك نود ثالثه في البرنامج وعايز تشغلها، هتفتح تيرمينال ثالث، هتحتاج تكتب الامر ده هناك. ففي طريقه اسهل من كده تسهل عليا ان انا بدل ما كل مره هفتح تيرمينال هكتب السطر ده، في طريقه ممكن اخلي بيها السطر ده يتنفذ اوتوماتيك كل ما بفتح تيرمينال. لو فتحنا الفولدر بتاع هوم تمام، وهنعمل اهم حاجه نعمل فيو للهيدن فايلز، شو هيدن فايلز تمام، هنلاقي في فايل اسمه دوت باش ار سي تمام، دوت باش ار سي. الفايل ده بيبقى فيه شويه اكواد، دي اكواد كده، الاكواد دي بتتنفذ اوتوماتيك كل مره بتفتح تيرمينال جديد، كل ما بتفتح تيرمينال الكود اللي هنا بيشتغل له بيتنفذ لوحده. فالفايل ده هيساعدني في ايه؟ ان انا ممكن اجي في اخر سطر خالص في الفايل واضيف الامر اللي احنا بنكتبه كل مره ده، بس هنا ما بكتبش الدوت بقى، هنا بكتب الامر نفسه اللي هو كلمه سورس والمسار بالكامل بتاع الفايل اللي هو سيت اب دوت باش. واللي مساعدني حته الورك سبيس اللي احنا قلناها في الاول، ان هو فولدر واحد ثابت ما بيتغيرش، كل البروجكتات اللي انا هعملها هتبقى موجوده جوه الفولدر ده، فالمسار ده انا ضامن ان هو مش هيتغير، والفايل ده دايما هيبقى موجود في الفولدر ده في المكان ده. فانا كده السطر ده عندي هضيفه في اخر الفايل اللي هو دوت باش ار سي. كده كل ما افتح تيرمينال السيت اب دوت باش ده هيشتغل، وهبقى عارف التيرمينال هتبقى عارفه كل باكج موجوده فين. طيب الايرور اللي طلع لي ده ايه بقى؟ هو دلوقتي عارف الباكج موجوده فين بدليل ان هو جايب المسار بتاعها بالكامل هنا اهو، وبيقول لي ان الفايل اللي انت عايز تشغله اللي هو publisher dot py موجود هنا اهو، يعني هو عارف كمان مكان الفايل بس مش قادر يشغله. ليه؟ بيقول لي الفايل ده not executable. يعني ايه not executable؟ البايثون فيها موضوع مختلف شويه عن كتير من لغات البرمجه. لغه البرمجه اللي انتوا اتعودتوا عليها كتير، حاجه زي السي شارب او لغات الدوت نت عموما، جافا، سي بلس بلس، سي، اي حاجه من الحاجات دي. مثلا في السي شارب انت بتكتب الكود بتاعك في فايل نوعه ايه؟ امتداده ايه؟ سي اس تمام؟ لما بتعمل كومبايل الفايل اللي انت بتشغله عشان البرنامج بتاعك يشتغل بيبقى فايل تاني اي اكس اي. ونفس الكلام بقى في معظم لغات البرمجه تمام، بيبقى الفايل اللي انت بتكتب جواه الكود ده فايل، ونتيجه الكومبايل او البرنامج اللي بيشتغل ده فايل تاني خالص تمام. البايثون الفايل اللي جواه الكود هو ذات نفسه الفايل اللي انت بتشغله علشان البرنامج يشتغل تمام. لاسباب ليها علاقه بالسكيورتي هنا في معظم الاوبريتنج سيستمز، وهنا في الاوبنتو الفايل اللي جواه كود بيبقى ممنوع ان هو يشتغل كاكسكيوتابل بروجرام تمام. اي فايل جواه كود مباشر كده بيبقى ممنوع ان هو يتنفذ لاسباب ليها علاقه بالسكيورتي. فانا علشان احل المشكله دي، الفايل ده لو فتحت البروبرتيز بتاعته وفتحت تاب البرميشن هلاقي فيه هنا الاوبشن الاخير ده مكتوب ايه؟ allow executing file as program. الاوبشن ده باي ديفولت بيبقى مش متعلم عليه. لو انا علمت عليه كده انا بقول للسيستم اسمح للفايل ده ان هو يشتغل كبرنامج ويتنفذ تمام. طيب الفكره بقى انا عايز اعدي على كل فايل من الفايلز اللي في البروجكت بتاعي واعمل الحركه دي تمام. هو طبعا مش كل الفايلز هتبقى محتاجه اشغلها كبرنامج، ممكن يبقى عندي كود بايثون مش بشغله لوحده بس بعمل له امبورت في حاجه ثانيه، فده كده مش فارق معايا، مش محتاج اشغله لوحده. انما في الغالب معظم الفايلز اللي انت كاتبها لو عايز تشغلها كبرامج لازم تعدي عليهم وتعمل الحركه دي. فالموضوع كده هياخد وقت ومتعب لانك هتعملها من الجي او اي. بالظبط. فاحنا ممكن من التيرمينال هفتح التيرمينال من جوه الفولدر ده، وفي امر اسمه ch mod change mode. الامر ده بقدر استخدمه علشان اغير البرميشنز بتاعت فايل معين.
فانا لما احب ازود انا عايز اعمل ايه؟ عايز ازود احنا عندنا البرميشنز، المفروض ان انتوا عارفين البرميشنز ثلاث انواع: ريد ورايت واكسكيوت. عشان انا عايز دلوقتي الفايلز دي ازود عليها البرميشن بتاع الاكسكيوت، فعشان ازود برميشن بكتب بلس، لو عايز اشيل برميشن بعمل ماينس. تمام؟ فانا عايز ازود الاكسكيوت فهعمل بلس. الريد الرمز بتاعها ار، الرايت الرمز بتاعها دبليو، الاكسكيوت الرمز بتاعه اكس. فانا عايز ازود الاكسكيوت بيرميشن فهكتب بلس اكس. تمام؟ لو عايز ازود اكسكيوت وريد هكتب ازود ار، يبقى بلس اكس ار. تمام؟ فانا هقول له بلس اكس يعني زود لي البيرميشن بتاع الاكسكيوت على الفايل ده. تمام؟ بس هي نفس الفكره، انا كده محتاج الامر ده هشغله كذا مره وكل مره اغير اسم الفايل. الافضل من كده ان انا بما اني عايز الامر ده يتنفذ على كل البايثون فايلز اللي جوه هستخدم الوايلد كارد اللي هي الاستر. تمام؟ كده انا بقول له نفذ الامر ده على اي فايل اسمه في الاخر في دوت بي واي. تمام؟ فكده انا وفرت على نفسي كتير. كده لما اضغط انتر الاثنين فايل دول بقى فيهم البرميشن بتاع الاكسكيوت. فالمفروض هنا لما اجي اشغل الببلشر المفروض تشتغل، بس هيطلع لي ايرور. الايرور ده بيقول ايه؟ unable to register with master node. احنا قلنا من شويه ان الماستر نود دي العقل المدبر بتاع السيستم، هي المسؤوله عن كل حاجه. فانت لما بتقول له شغل لي البرنامج ده او شغل لي النود دي، المفروض الريكوست ده بيتبعت للماستر نود وهي اللي بتشغلها. فالماستر نود مش شغاله اساسا، فعشان كده هو مش قادر يشغل النود بتاعتك. الماستر نود دي عشان نشغلها احنا هنشغلها في تيرمينال لوحدها، لانها لازم تفضل شغاله طول ما السيستم شغال. عشان اشغلها بكتب الامر ده روس كور. تمام؟ روس كور هيشغل لي الماستر نود بتاعتي، هي كده شغاله ستارتد. تمام؟ خلاص هي شغاله في التيرمينال ده، التيرمينال دي ما ينفعش اقفلها علشان الماستر نود لازم تفضل شغاله طول ما السيستم شغال. فانا هعمل لها مينيمايز وهسيبها، مش هاجي جنبها تاني. طيب هنحاول بقى نشغل النود تاني. الببلشر شغال اهو، ودي الرساله اللي انا كنت بطبعها. بس هو دلوقتي بيعمل ببلش ومفيش سبسكرايبر. يعني هو بيعمل ببلش في توبيك اسمه تيست، التوبيك ده لسه مفيش اي حد عامل سبسكرايب فيه خالص. فبالتالي الرساله بتعملها ببلش وخلاص وما بتروحش لحد. السبسكرايبر بقى انا هشغله في نود ثانيه، في تيرمينال ثانيه. تمام؟ نفس الامر رس ران بب سب، بس هنا هشغل البرنامج بتاع السبسكرايبر. تمام؟ هلاقيه هنا الرساله اللي هيتعمل لها ببلش هنا هتتبعت هنا. طب لو جيت لو انت في نوت شغال عندك في تيرمينال وعايز توقفها، اسهل طريقه هتعمل كنترول سي. كنترول سي والنود شغال. انا دلوقتي دي النود بتاعت الببلشر، لو عملت كنترول سي وقفت. تمام؟ وقفت، ما عادتش شغال. هتلاحظ ان السبسكرايبر لسه شغال بس هو واقف. اوكي، السبسكرايبر لسه شغال بس ما فيش رسائل جديده بتجيله، فهو ما زال شغال بس ما فيش حاجه جديده، فما فيش حاجه بتطبع. تمام؟ لو رجعت، هو السبسكرايبر شغال اهو، لو رجعت شغلت الببلشر تاني هتلاقي السبسكرايبر رجع يستقبل الرسائل تاني. تمام؟ وهكذا. فاحنا هنا عملنا ببلشر وسبسكرايبر وشفنا الانتراكشن بينهم وبين بعض. احنا هنقف عند الحته دي، بس المره الجايه هنشغلهم تاني. بس في تول هنستخدمها علشان نشوف احصائيات عن السيستم وهو شغال. ففكروني المرة الجاية ان احنا ده حاجة اسمها ابسوليوت تايم، اللي هو بيحسب لك العدد الكلي بالملي سكند من ساعة ما السيستم اشتغل. طبعا انت ممكن تاخده وتفصله بقى بعد كده بايدك، تقسمه ساعات ودقائق وثواني وكده، بس دي حاجة اسمها ابسوليوت فاليو. تمام؟ المرة الجاية فكروني ان احنا في الميعاد ده واقفين عند الحتة دي علشان نستخدم التول بتاعت الإحصائيات، وبعد كده ندخل على الجزء الجديد.
تمام. طيب في حد عنده أسئلة؟ اوكي.